قالوا باللي هي أكثر الأماكن ظلاما على الإطلاق وسط الأنترنت المظلم. الناس اللي كتدخل لهاد المواقع كتخسر فلوس صحيحة، وهاد الشي باش يشوفوا الاغتصاب والقتل وأي حاجة تقدر تخيلها في دماغك. غرف كيسميوها الغرف الحمراء. الاغتصاب والقتل وهاد الشي كيكون على المباشر. ناس ماشي عاديين، ناس كيشتريوا المتعة بالملايين ديال الفلوس. هاد الشي اللي غادي تشوفوا اليوم هو شيء ما غاديش يخليك تنعس، حاجة اللي ما عمرك كنتي غادي تكون تخيلتيها. هذا هو الوجه الآخر ديال الانترنت. إذن شنو هي الغرف الحمراء وشكون اللي مسؤول عليها، وعلاش كتخسر الملايين باش يشوفوا شنو كطرا وسطها؟ الانترنت المظلم بالغرف الحمراء ديالو غادي نناقشوه معكم دابا، ولكن قبل ما نبداو نتمنى انكم تدعمونا في هذا المحتوى ولو غير بالبارطاج. الانترنت فيه ثلاثه ديال الانواع. الانترنت السطحي هو الانترنت اللي كنستعملوه حنا الناس العاديين ملي كنمشيو لجوجل وكنبحثو وكنقلبو في جوجل. وكاين الانترنت الثاني هو الشبكه المظلمه واللي فيها الاعمال الغير قانونيه واللي حتى واحد ما يقدر يتبع الاثار ديالها حيت ما كتبانش اصلا في النتائج ديال محركات البحث. والانترنت الثالث هو الانترنت المظلم واللي كتوقع فيه كاع الحوايج الغير الشرعيه. وفي هذا الانترنت المظلم كاين الغرف الحمراء واللي هي الطوب ديال الوحشيه والاجرام. هنا غادي يجيكم واحد السؤال وتقولوا لي كيفاش دوك الناس كيوصلوا للشبكه المظلمه. غنقول لك باللي هاد المستخدمين ديال الانترنت المظلم عندهم دي زابليكاسيون اللي خاصين بهم، وعندهم مواقع خاصه اللي منها يقدروا يدخلوا للانترنت المظلم، وبالشيفرات والكودات اللي عندهم حتى واحد ما يقدر يعرف الهويه ديالهم فين كاينين ولا منين كيدخلوا. باختصار الانترنت المظلم هو واحد الشبكه اللي صعيب عليك بزاف انك تعقبها، وخاصك تكون من دوك الناس اللي كيدفعوا الفلوس ديال بصح الا بغيتي تكون كليان وتدخل وتشوف اشنو كيوقع تما. ضروري اي حاجه كيختارها الانسان كتكون عندها بدايه، سواء في شيء كيفيدنا او لا شيء كيضرنا. اذا هنا غيتطرح عليكم واحد السؤال، منين جا الانترنت المظلم وشكون كان في السبب ديال الظهور ديالو؟ ميريكان اخوتي هي السبب وهي اللي خرجات هذا العجب. الحكومه الامريكيه هي اللي صنعت هذا الانترنت المظلم، وهذا الشيء باش البرقاقه والجواسيس ديال ميريكان يتواصلوا بيناتهم ويتبادلوا المعلومات باش حتى واحد ما يعرفهم ولا يعرف الهويه ديالهم، وباش ما يعيق بهم حتى شي حد. ومن بعد ما جاوا العسكر ديال امريكا اللي متخصصين في التكنولوجيا صايبوا واحد البرنامج اللي سميتو تور، واللي هو الاختصار ديال واحد الكلمه بالانجليزيه اللي هي the onion router او بالعربيه نظام البصله. اكتشفت ان تور نوع من المتصفحات مثل فايرفوكس او سفاري، لكنك تبحث به وكانك تعتمر قبعه الاخفاء. نحتاج لدخول شبكه مظلمه إذن الى متصفح خاص يخفي هويتنا. تور عبارة عن مدخل إلى هذه الشبكة، ومن بعد هذا البرنامج غيخرج وغيولي يخدم به كل شيء، ومن هنا غادي تبدأ الكوارث. هذا النظام ديال تور داير فحال واحد البصلة. هاد تور كيخدم بهاد الطريقة، ملي كتدخل لشي موقع اللي موجود في القشرة الأولى كيصيفطك الموقع للقشرة الخامسة، وذاك الموقع اللي في القشرة الخامسة كيعاود يصيفطك لواحد الموقع اللي تيكون في القشرة الثانية ولا الثالثة، وهكذا تيبقى يصيفطك من موقع الموقع وكيتلف لك الطريق ديالك، وهكا انت غادي كترون في المواقع وفي الطريق حتى كتوصل للموقع اللي بغيتي تدخل ليه. وهنا كنجاوبوكم على داك السؤال، علاش ما نمشيوش نشدو دوك خوتنا اللي كيديروا هاد الجرائم كاملة؟
حيت بكل بساطه الا بغينا نتبعوهم منين جايين غندوخوا في القشور ديال هاد البصاله اللي ما غاديش نعرفوا الطريق واللي غتكون تلفاتنا مرارا وتكرارا وما غاديش نعرفوا منين جا هاد الشخص وفين مشى. وكنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد الفكره حيت عارفه انها معقده ومشربكه. وماشي هذا كل شيء اخوتي، تور قادر يصادف 30,000 موقع واللي غادي يتلفك بيناتهم ويصيفطك من موقع لموقع وغادي يهبلك الا حاولتي تتبع شي واحد منين جاي ولا فين غادي. كيف قلنا لكم قبيلة، الغرف الحمراء هي الأماكن الأكثر خطورة في الإنترنت المظلم. هاد البلايص فيها أعمال ماشي قانونية وماشي إنسانية، كتخلص فلوس وكتدخل تشوف جرائم قتل واغتصاب وزيد وزيد، وهذا الشيء كامل على المباشر اون ديريكت. وتقدر انت تتحكم في ديك الضحية، مثلا جبد لها عينيها، قتلها، ذبحها، فعل بها اي حاجة، فقط ميزي الفلوس وكتشوف داك خونا كينصاع الاوامر ديالك وكيعذب ديك الضحية المسكينة. الهضرة ديال هاد الغرف الحمراء ماشي عاد بانت، ولكن كانت منذ مدة، ولكن حتى واحد ما قدر يلقى عليها شي حاجة ملموسة في العالم الواقعي. الغرف الحمراء تشهرات في البداية ديال عام 1983 مع واحد الفيلم ديال الرعب اللي سميتو فيديو روم، واللي كان كيوقع فيه التعذيب في واحد الغرفة اللي كلها مصبوغة باللون الأحمر. ومن هنا غادي تبان السميه ديال الغرف الحمراء اولا الريد روم، واللي كتعني موردر، يعني الجريمه الى قريناها بالمقلوب. الغرف الحمراء منوضه بالباله في المواقع ديال التواصل الاجتماعي وكل شيء كيدوي عليها، ولكن ما كاين حتى شي دليل في الواقع تبين باللي كاينه، واخا عندها مساحه كبيره في الانترنت المظلم. ولحد الان حتى واحد ما عارف كيفاش وشكون كيسير بحال هاد الحوايج. برنامج تور واللي دوينا لكم عليه قبيله واللي ضروري منه الا بغيتي تدخل للانترنت المظلم، ما غاديش يقدر يخدم الفيديوهات اللي كتكون على البث المباشر لانه معروف عليه بطيء جدا، وهذا الشيء اللي غيخلي واحد الاسترالي اللي سميتو بيتر سكالي يصور مقاطع كيغتصب فيها وكيعذب فيها الاطفال الصغار وكيحطهم في هذيك المواقع واللي ضروري الا بغيتي تتفرج فيها خاصك تخلص. وملي كتدخل تفرج فغادي تلقى ان بعض الفيديوهات اللي بغيتي تتفرج فيها تقدر تخلص حتى لعشرات المليون مغربيه. هنا غادي ترجع للور وتقول لي او بزاف، غنقول لك بان كاين ناس ساديين ومرضى نفسانيين يقدر يدفع داك الشيء كامل اللي عنده باش يشوف طفل صغير كيتعذب ولا شخص اخر كيعاني. وفي هاد المواقع كاع الناس اللي غادي تلقاهم كيزوروه هما مرضى نفسانيين واللي كيعجبهم يشوفوا دوك الفيديوهات الشنيعه واللي كان كيحطها هاد المغتصب اللي سميتو بيتر سكالي. هاد السيد اللي سميتو بيتر سكالي كان كيخدم كمطور عقاري من قبل، وكان كيستدرج الدراري الصغار الفقراء كيعطيهم الفلوس والهدايا وكيتهلا فيهم وكيجيبهم عنده للدار ديالو اللي كاينه في الفلبين، وهنا كيخدرهم وكيصور افلام اباحيه كيغتصب فيهم وكيعذبهم، وهذا الشيء كامل باش يفرج المرضى الساديين والنفسانيين في العالم كامل. هذا بيتر سكالي كان عنده موقع في الانترنت المظلم وكان كيحط فيه غير الفيديوهات اللي كان كيصورها، واللي هي عباره عن فيديوهات مقاطع ديال الدراري الصغار اما كيتعذبوا ولا كيتغتصبوا. وكيف قلنا لكم غير المشاهده الواحده يقدر يبيعها حتى ل 10 المليون مغربيه. المغتصب بيتر سكالي واللي في العمر ديالو 57 عام كيتعتبر اوسخ متحرش جنسي للاطفال في العالم، وملي سال منهم خلاهم يحفروا القبوره ديالهم بيديهم. وهذا الشيء اللي تكلمت عليه اخوتي هو عباره عن جزء صغير من داك الشيء اللي كيوقع في الانترنت المظلم، وهذه الحلقه اللي تكلمنا فيها على الغرفه الحمراء فهذا الشيء كامل اللي قلنا فكيمثل فقط نقطه من بحر ولا محيط كامل، وهكا غادي تكون سالات الحلقه ديالنا. ولكن الا بغيتوا معلومات اكثر على الانترنت المظلم او على مواضيع تبغيونا اننا نناقشوها بهذه الطريقه فقط كتبوها في لي كومونتير او صيفطوها ليا في الانستغرام ديالي. واذا ما تنساش لايك وسبسكرايب، هكا كتشجعنا اننا نزيدوا بالمحتوى المغربي القدام ونبعدوا على التفاهه. السلام عليكم.